نرحب بحضراتكم مره كمان. وزي ما احنا عارفين كده لا صوت يعلو عن المونديال، وخلاص حسم المنتخبات كمان المتاهلين لدور ال16، وامبارح اتحسم المتاهلين في اول مجموعتين. هنتكلم عن كل ده وعن فرص كمان مباريات النهارده مع الناقد الرياضي اللي منورنا الاستاذ عبد المنعم فهمي. بونجور يا استاذ عبد المنعم. بونجور. مصممه على بونجور. انا مصممه. صباح الفل. صباح الهنا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. طبعا مستمتع اكيد بمتابعتك للماتشات والمونديال، مفيش شك في ده. متعه مشوبه بحذر وقلق من اللي جاي، يعني انت قاعد بتتفرج من اللي جاي. هتعمل ايه بعد ما يخلص كاس العالم؟ الوجبه الكرويه اصلا بقى، يعني انت قاعد في البيت عمال تاكل وتشرب كوره وتنفس كوره وكل حاجه جميله، وخطط ومدربين وجمهور وكل حاجه حلوه. طبعا بعد كده بقى بتعمل ايه؟ هنرجع بقى للدوري المحلي. ما احنا المشكله كلها احنا رجعنا للدوري بقى لنا مرتين، بتيجي تقلب الامور مختلفه خالص. ليه بقى من كل النواحي؟ سؤال ليه الامور؟ تعال تعال نقف بس عند تفصيله كواليتي اللاعبين. حلو. لا ليه بلاش كواليتي اللعيبه الاول. ليه ده احنا عندنا وانت بتتفرج الاول على الاستادات والارضيه والملعب والملعب والنظام. نفسه والنظام طبعا. كاس عالم احنا بنتفرج عليه ليه؟ ده سؤال اللي انا هطرحه على نفسي وانا هجاوب. طيب الاجابه ايه؟ الاجابه ايه بقى؟ دلوقتي انا بتفرج على كاس العالم. تمام. محفل عالمي ملوش حل، واحسن محفل عالمي كروي. صحيح. المفروض انا استفيد منه كلاعب وكجماهير وكمديرين فنيين. كمديرين فنيين اشوف المدير الفني بيكاتشن ازاي؟ حتى طريقه وقفته، حتى طريقه تعامله مع لاعبته. طبعا. نفس الحكايه بالنسبه للاعبين، اشوف اللعيبه ده بيستفيد ازاي، ده واجبات مركزه عامل ازاي، ده بيتحرك ازاي. كل ده الاستفاده لازم تكون متكامله وكامله. كمان الجمهور يبص يشوف الجمهور عامل ازاي. ملوش دعوه غير بالمستطيل الاخضر، ملوش دعوه بحاجه ثانيه ولا هتافات ولا كلام فارغ ولا ملوش لازمه. ده بغض النظر الحاجات الثانيه اللي هي ملهاش لازمه دي، لكن احنا مش لازمه خالص. لا طبعا مالهاش لازمه. وخلي بالكم اللي حصل اول امبارح ده الناس ما تعرفش ان هو المتفرج اللي دخل الملعب طلع عمل فيلم ملوش حل. دخل الملعب على انه قاعد ودخل على كرسي متحرك، واول ما جت المباراه ودخل المدرجات وقف وجري. فعلا كان قاعد على كرسي متحرك والناس بتساعده وتوديه لغايه المدرجات. دي حاجه من الحاجات اللي من الحاجات الطريفه. جنسيته ايه ده؟ جنسيته كانت ايه؟ مش عارف والله، على ما اعتقد اكوادور. مش عارف انما هو برضه من حتى عنده اكوادور. لا انا مش متاكد من جنسيته، لكن هو الحركه نفسها يشوف عشان يوصل المعنى ده عمل ايه. يعني كرسي متحرك واللي بيساعدوه كده، وحاجه غريبه جدا يعني. ممكن خطه يعني. طبعا. فانا اللي عايز اوصل له ان المفروض احنا كل حاجه نستفيد منها، نستفيد من المدرجات، نستفيد من حركات اللعيبه وشغل اللعيبه والحكام وكل حاجه. كل حاجه جميله، وتلاقي العيوب بسيطه جدا والسلبيات بسيطه جدا. صحيح. فلازم احنا نستفيد. ما احنا بنتفرج ليه؟ نفسي الكلام ده احنا نشوفه ونتفرج علشان ننمي ملاعبنا، ننمي قدراتنا الفنيه، ننمي كل حاجه عندنا، والمنظومه الكرويه عندنا تبقى مختلفه تمام. شوف صحيح. شوف التنظيم عامل ازاي، شوف الملعب فيه مين بيدخل مين بيخرج، شوفوا كل حاجه بصراحه تستحق المشاهده وتستحق الدراسه في نفس التوقيت. عشان احنا طالما احنا نفسنا ننظم كاس عالم، طالما نفسنا ننظم فعاليات كبيره، لازم نتعلم على الاقل من المشاهده يعني الان. لكن بعد كده اكيد في كلام بيحصل، اكيد في اتصالات بتحصل مع المنظمين، مثلا استفاده من المنظمين. قطر عملت ايه؟ جنوب افريقيا قبل كده عملت ايه؟ لانه في انا عارف ان الايام اللي جايه دي ممكن تحمل يعني ممكن يعني بوادر تنظيم مشترك ما بين مصر والسعوديه على ما اعتقد، وممكن دوله ثانيه تدخل معاهم في مساله تنظيم. فلازم نستفيد عشان خاطر ايه؟ قطر احرجت الجميع، قطر احرجت دول اوروبيه. هتحط بريشر، هتحط ضغط على امريكا في المونديال الجاي. يعني انا بشوف كده ان انت هتبتدي تقارن. هي حطت ضغط من دلوقتي المصروفات اللي صرفتها والتنظيم نفسه والملاعب نفسها والمباريات حتى طالعه. ما فيش مباراه بتبقى انت زهقان منها، حتى المباراه اللي انتهت بالتعادل تبقى مبسوط وفرحان وانت بتتفرج. مباريات جميله للغايه. برضه من الحاجات اللي كانت ملفته قوي للنظر في النسخه دي تحديدا من المونديال، فكره ان ما فيش شغب جماهيري خارج اطار الملاعب. لا ما فيش، لانه خلي بالك الشغب الجماهيري ده كان بيحصل لاسباب كتيره جدا، الحاجات اللي اتمنعت، اللي مش عارف، الحاجات دي برضه بتساهم اكتر. وفي نفس التوقيت
البلد صغيره وتقدر تحكمها، البلد الملاعب قريبه من بعضها فتقدر تحكم طالما البلد صغيره. فطبعا التواجد الامن والشرطي هتلاقيه كتير جدا، فهتلاقي كل حاجه محكومه وكل حاجه ايه معروفه. خلي بالك اللي احنا ما بنشوفوش ان في رؤساء دول سابقين وحاليين وناس بمناصب كبيره موجودين في قطر، وحتى ممكن وسائل الاعلام ما بتجيبش الصور دي، كان رئيسه كرواتيا كانت موجوده وبتتصور اول امبارح، ورئيس مش عارف ايه ورئيس ايه. فده ده يبين لك ان الفعاليه دي مهمه جدا، وقطر كسبت من وراها كتير جدا. سيبكم من الكسب، هي خسرت ماديا طبعا اكيد صرفت كتير، لكن المكاسب المعنويه، المكاسب الفنيه، المكاسب المنطقه كلها كبيره جدا، علشان التنظيم لغايه دلوقتي خارج بصوره محترمه للغايه. حلو قوي. تعال بقى نتكلم على الماتشات المهمه واللي عندنا منها شويه قلق كده. نبدا بالسعوديه والمكسيك. جايبين ورق معانا اهو. اقرا لنا من الورق وماله. كله بتاعي. مذاكر كويس استاذ عبد المنعم. لا ما هو انت عندك فرق كتيره هتفتكري ايه ولا ايه؟ المجموعات هتضرب في بعضها، فممكن نتكلم عن المونديال تاني. لا خلينا في المونديال بتاعنا. نبدا بالسعوديه والمكسيك وفرص السعوديه ايه؟ يعني خلينا كده نبدا بيهم. السعوديه والمكسيك انا عاجبني اداء السعوديه بصراحه، وقبل اداء السعوديه عاجبني اختيار مدرب هيرفي رينارد من المدربين الممتازين والرائعين والقادرين على انهم بغض النظر او بالاضافه لفنياتهم عندهم حماسه وعندهم. هو الفيديو اللي اتحط ده واتشاف قال انا ما كنتش اقصد، هو كان مطلوب دقيقه واحده بس اتعمل، ففوجئت الناس صورت وكان حسن الحظ ان انا كسبت، لانه خلي بالك لو كان خسر الخطبه الحماسيه ده راحت فين؟ راحت على الهواء. فطبعا اللي حصل ان رينار مدرب يعني ذو خبرات، وفي نفس الوقت السي في بتاعه عالي جدا، وصاحب مشروع كمان، وما راحش منتخب الا لما فعلا طور فيه. كان نفسنا يكون في موجود في مصر طبعا بغض النظر عنه، لكن عمل طفره في السعوديه، عامل شغل هو كان عايز يجي يدربنا اصلا. انا يعني والله انا الكلام اللي بيجي من مصادر مصريه انا ما يعني ما لا بس كان في فرصه ان هو يجي لكن لم تتم بقى. على كل حال يعني تفاصيلها وكان في فرصه للاهلي قبل كده، وكان في فرصه برضه يجي برضه المنتخبات لو جه مكسب، حتى جه في اي وقت صحيح. مكسب لانه مدرب يعني بغض السي في بتاعه حلو وبيقدر يعمل منتخبات، وده اللي خلى السعوديه تقدم مباريات رائعه جدا، وخلت الناس كلها متمسكه بان السعوديه بامال السعوديه في انها تعمل ماتش رائع جدا الماتش اللي جاي. وانا اتوقع طبعا انها هتكون ان شاء الله في الدور الثاني، وتدي العرب باور كبير جدا. وطبعا احنا فرحانين ومبسوطين الفوز على الارجنتين ده لوحده بطوله، بس هم استغرقوا شويه في الفرحه، والفرحه خدت منهم كتير، وده اللي خلاهم الماتش الثاني ما يكونوش على مستوى المسؤوليه. لكن هم السعوديه هتكسب المكسيك وهتصعد ان شاء الله، بس المشكله كلها مع بولندا والارجنتين. الماتش ده اللي هيكون ماتش جبار من نار طبعا. يعني بولندا 4 نقاط والارجنتين 3 والسعوديه 3 والمكسيك نقطه واحده. الاضعف الحلقه الاضعف طبعا في هذه المجموعه المكسيك. هتلاعب السعوديه، السعوديه مكسب السعوديه يضمن لها التاهل للدور الثاني. الارجنتين لازم تكسب بولندا عشان تصعد. لو تعادلت هيصعد البولندا وتصعد السعوديه. انا مش قادر اصدق ان الارجنتين على المحك، يعني انت متخيل الناس قبل المونديال كانت تقول لك الارجنتين هي اللي ممكن تبقى مرشحه للفوز باللقب يعني غريبه شويه. ما هو على الورق احنا والتاريخ ارجنتين وميسي، لازم احنا نرشح الارجنتين وميسي. الشعب المصري بيحب البرازيل والارجنتين من طول من زمان جدا، فاي ترشيحات بتدخل فيها الارجنتين او اي فعاليات لازم نشجع الارجنتين، والبرازيل لازم نشجع ايه البرازيل. لا وبلغه الارقام برضو طبعا، مع الاسف العناصر الموجوده فيها مش العناصر الجامده. هو دايما الارجنتين حتى ما اعرفش دايما كنت احس ان هم يعني دايما هم منتخب العنصر الواحد الفعال. يعني مارادونا هو اللي كان النجم والقائد والكلام ده، نفس حكايه ميسي. بس ميسي دلوقتي محتاج اللي يشيله، مش هو اللي يشيل الفرقه. يعني عنده 35 سنه، فمحتاج معاه مجموعه من اللاعبين اللي يكون عندهم موهبه كبيره او قريبه منه تساعده انه يقود فرقه. لكن مع الاسف الشديد العناصر بيعمل الفينيشنج، مش هو اللي يفعل بالظبط. بالظبط. لكن هو دلوقتي لا، الارجنتين يعني ما حسسناش منها ومن ادائها في البطوله دي انها ممكن توصل لاماكن اكبر، عشان خاطر السعوديه كشفتها. السعوديه مباتش السعوديه ده انت حاسس ده مع البرازيل؟ نعم. هل حاسس نفس الاحساس مع البرازيل؟ لان في ناس كتير انا واحد منهم شايف ان لو هنتكلم على الارجنتين والبرازيل كاثنين من اقوى المنتخبات طبعًا تاريخيا طبعًا وفعاليه في اي نسخه من المونديال، حاسس ان هم بعافيه بالمقارنه باللي كانوا عليه.
الارجنتين والمنتخبين اضعف مما كانوا عليه زمان. هو اضعف بس البرازيل افضل حالا لانهم عندهم عناصر ممتازه وعندهم عناصر كويسه وعندهم يعني مش بتاثروا يعني. خلي بالك نيمار اصيب لكن هم ما تاثروش فازوا في المباراتين. عندهم عناصر كويسه عندهم عناصر في كل مركز عندهم عنصر واثنين وثلاثه والجماعيه شايفين الجماعيه بتاعتهم بشكل جيد للغايه. لكن انا شايف ان البرازيل هي ممكن تاخد كاس عالم بشكل مرتاح جدا لان المنافسين بالنسبه لها حتى الان اللي اقنعني فرنسا واقنعني البرازيل واسبانيا شويه وكمان انجلترا داخله معاهم. لكن في النهايه انا شايف ان البرازيل ماشيه بخطى. خلي بالك مش شرط انك انت تقدم ماتشات حلوه في دور في الدور الاولاني وده يعني لو قدمت ماتشات حلوه في الدور الاولاني ماشي انت مرشح. بس الكلام كله ايطاليا ايطاليا بقى. ايطاليا 82 خدت كاس عالم وعملت ثلاث تعادلات في الدور الاولاني مش شرط اللي يصعد. بس خلي بالك ممكن في مدربين عندهم في المدربين عندها مدارس تقول لك لا انا اعدي بس الدور الاولاني ده واخش على دور 16 ودور 16 ده ليه كلام تاني ودور اللي بعد منه له كلام تاني دور قبل النهائي ليه كلام تاني. كل حاجه ليها حساباتها مع كل مدير فني. هي دي مدارس فالمدارس دي بتبقى مختلفه اكيد طبعا. واكيد مدير فني البرازيلي ماشي بالمرحله دي وطبعا جاي ياخد كاس عالم. الارجنتين المفروض جاي ياخد كاس عالم. في فرقه جايه تاخد كاس عالم ما طبعا المفروض يعني الركبه موجوده. انا اعتقد على فكره المونديال في ناس جايه تهزر خلي بالكم في ناس لا ما اعتقدش المونديال ده يا استاذ عبد المنعم. انا حاسه المنتخبات المره دي كله بجد بيستقبل بس مش ياخدوا كاس عالم يعني. في ناس جايه تمثيل مشرف في ناس جايه تعمل اداء تثبت نفسها في ناس بتحاول يعني. بس في تصريحات غريبه بتطلع من ايتو مثلا يقول انا هنافس على كاس عالم انا والمغرب. سونج يقول لك انا هغلب البرازيل ماشي كل ده طموحات بس ورينا على ارض الملعب. افلح ان صدق بس ورينا على ارض الملعب يعني. الكاميرون لغايه دلوقتي بتعاني فانت هتنافس على يعني انت عايز تكسب البرازيل بمستواك ده مش حلو. لكن في منتخبات اديت لك انطباع انها جايه مش جايه تهزر. في منتخبات جايه بتهزر في منتخبات جايه ما استعدتش في ناس بتتعامل بالتاريخ. لا الكلام ده المونديال ده اصبح حتى انا خدت عنوان في الاهرام الرياضي عندنا خدنا عنوان في الاهرام الرياضي اسمه مونديال المفاجات. مونديال المفاجات او خارج التوقعات. انت مين يتوقع ان مثلا ان الارجنتين يخسر في الماتش الاولاني؟ مين يتوقع ان اليابان تفوز على المانيا؟ مين يتوقع النتائج الغريبه جدا ديت؟ مين يتوقع ان المانيا بعنفوانها وقلاله قدرها في المستوى ونقطه واحده بس ومعرضه للخروج؟ مين يتوقع ان السعوديه تكسب؟ ناس كتير قوي شمتانين في المنتخب الالماني طبعا عشان اللي عملوه لاسباب حضرتك عليه. هقول لحضرتك على كتير يا ده هودي كتير على حضرتك. انا عايز اطرح سؤال وانا اللي هجاوب عليه برضه. ده السؤال الثاني وانا اللي هجاوب عليه. عجباني اول فقره زي الفل. طب تيجي نقوم يا كريم والله نوحدها الحكايه دي نعممها بقى. اصل انا المفروض اجاوب مش اسال. شكلك عايز تبقى مذيع والله. سؤال اكيد بقى اللي هجاوب برضه. السؤال بيقول ايه؟ السؤال انا نسيت السؤال. حسبناك بقى. كنا بنتكلم على المانيا. انا فاكر لسه الزهايمر ما عملش شغل لسه. كل المونديالات اللي فاتت فيها نفس الكلام اللي بيحصل دلوقتي واكتر يعني. فيها دعوات لكذا ودعوات لكذا وكذا 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 لكن الامور كانت ايه لا تضخم بهذا الشكل. أيوة عشان طبيعه المجتمعات اللي بتعلن بالظبط هي دي مسامحه بده بالفعل ماشي عادي. بس انت مدخل الامور عندك بالنسبه لك بشكل فج شويه وبشكل ايه يعني كان كل الدعوات موجوده لكن في النهايه انت بتحاول تفرضها علينا وانا بشكل ما تفرضهاش. احترم العادات بتاعتي احترم الثقافه بتاعتي انت طبعا. انت في دولتك بتفرض قانون معين لازم الناس تمشي عليه. قانون المرور قانون يعني انت لو كل قوانين الدوله بتحترمها لكن هم ما كانوش عايزين البلد عربي ينظم المونديال. فبالتالي الدعوات دي خلي بالكم دي مفاجاه ممكن تكون ناس عارفه ممكن الناس تكون عارفاها ان الدعوات دي كانت موجوده من بدري ومحاولات تاكيد ان قطر مش قادره تنظم. ده من اول ما اعلنوا ان قطر هي اللي حطت بالظبط كده طبعا. فده معناه ايه؟ كان معناها محاولات لسحب البطوله واسنادها لدوله اوروبيه. ده اللي خلى ان الناس كلها مش راضيه عن تنظيم المونديال في ارض عربيه. لكن قطر احرجتهم للامانه تنظيم رائع على اعلى مستوى برغم ان البلد صغيره. وطبعا البلد خلي بالكم كل ما ده بتخف دلوقتي قطر دلوقتي زحمه جدا يعني الناس هناك بيقولوا زحمه جدا فمع الدور الاولاني يخلص هتلاقي الناس كتير جدا سافرت ومشيت طبعا. فالامور بتهدى شويه. خلينا نقول على جزئيه مهمه جدا جزئيه ان الفرق دلوقتي هتبتدي انها تختلف مستواها يختلف تماما عن الدور الاولاني. هنشوف مستويات تانية خالص تنافسيه اعلى يعني 16
ليه؟ لانه خلي بال حضرتك في 16 مرحله اوليه معروفه انها مرحله تجميع النقاط. أيوة. ومحاوله التاهل. لكن الدور الثاني اقصائي. شكرا ومع السلامه. طبعا. فطبعا المفاجات هتبقى شغاله، وكل واحد بيعمل حساباته، كل واحد بيحاول انه يصعد لدور 16، خصوصا من الفرق العربيه والفرق الافريقيه. نتمنى ان اكثر من فريق عربي واكثر من فريق افريقي يصعد، عشان خاطر المونديال اللي اتعمل في قطر يبقى للدول الافريقيه والدول العربيه نصيب، لان قطر طبعا خروجها ده كان مش كانت صدمه كبيره جدا، لان اول مره دوله مستضيفه واول مره تخرج بثلاث يعني ثلاث هزايم، والماتش الافتتاحي كمان ان الدوله المستضيفه تخسر. آه طبعا طبعا يعني طبعا وحشه قوي كانت. لكن بصراحه احنا مستمتعين، كلنا مستمتعين وحاسين بالفارق الكبير جدا بين الكره المصريه، وزي ما قلت لكم لازم نستفيد من ده. بديهي طبعا. الكره الافريقيه والكره العربيه كمان، يعني فرص الكره الافريقيه والعربيه ايه في المونديال؟ هل وارد تحت اي ظرف ونتيجه اي مفاجاه غير متوقعه نلاقي منتخب عربي او افريقي اضعف الايمان في المربع الذهبي، خصوصا بعد كمان فوز غانا التاريخي على كوريا الجنوبيه؟ فوز غانا وفوز المغرب. خلي بالكم من اسبوع كده انا كتبت على صفحتي وقلت ان فوز مصر على بلجيكا هيساهم ان المغرب تفوز على بلجيكا. طبعا. وقد كان لسبب بسيط، انت بتدي هو بلجيكا اختار مصر عشان خاطر مصر اقرب الدول للمغرب من اجل التجريب، لكن مصر كسبت بلجيكا وعرت مستواها تماما قدام العالم كله، وثبت ان بلجيكا مش هي بلجيكا، في مشاكل في خلافات في غرف قلع الملابس، بغض النظر عن الكلام اللي بيطلع اللي بيتقال انه مفيش خلافات، لا في خلافات، في سن اعمار سنيه كبيره جدا، في مدير فني مش عارف يعني مش عارف يحقق نفس اللي حصل الدورة اللي فاتت، فبلجيكا يعني مع الأسف الشديد ممكن تخرج من البطولة. عجبني جدا المغرب، المغرب بمدير فني وطني، مدير فني لسه جاي بقاله 3-4 شهور أو عمل شغل كبير جدا، وأثبت إن خليل زيتش وفي التفاف حواليه من اللعيبة ومن جماهير المغرب. ليه؟ لأنه هو انحاز للجماهير ورأي الجماهير، رجع اللعيبة الكبيرة اللي كان على فكرة وحيد خليل زيتش اتسرقت شقته على ما اعتقد في هو عايش في فرنسا او مش مين اللي سرقت شقته؟ جماهير بعد الخساره، بعد الجماهير بعد اللصوص طبعا، مش جماهير يعني اللصوص، بعد ما خسر بعد ما كسب المغرب سرقوا شقته كناية فيه. دي من الحاجات اللي ما اتقالتش في طبعا مصر. أنا اول مره اسمعها. فطبعا ايه يعني انت عندك واحد زي زياش. طبعا. ايه ده يعني رجل المباريات الاوحد او من اللعيبه اللي بتقدم شكل ممتاز جدا مع المغرب، حد يقعد وعبد الرزاق حمد الله برضو لما يعني المهم ان في عناصر كان لازم ترجع للمغرب، وحسنا فعل وليد الرجراجي او وليد الركراكي عامل شغل كبير جدا، وده قيمه المدير الفني الوطني اللي فاهم، مش المدير الفني اللي جاي سبوبه نحتاج. المدير الفني اللي جاي انتوا عارفين طبعا انا بقلد مين، فهي مش ناقصه مفهوم يا فندم. مفهوم. المدير الفني الوطني اللي عنده حس وطني مش عنده حس بنكي. فاهمني؟ الحس البنكي مختلف عن الحس الوطني. طبعا. الحس الوطني يعني عايز اعمل حاجه لبلدي. ده يا سيدي الحس الوطني هيؤدي الحس البنكي. البنك والناس كلها كمان تدعي له بالبركه، ده انت هيقفلك بالحراسه على حاجتك. يعني شايفين المدربين الوطنيين عاملين ايه مع بلادهم، وكل وخلي بالكم معظم المنتخبات المشاركه في المونديال معظمها مديرين فنيين وطنيين ما عدا حاجات بسيطه يعني، وده ياكد ان المدير الفني الوطني ليه قيمته، بس اهم حاجه قيمته حقيقيه مش قيمته تترجم من على الارض من اختياراته يعني. الناس اللي هي ليها مصالح في الاختيارات اكيد اكيد. يعني احنا ايه اللي ما وصلناش كاس عالم؟ حاجات كتيره جدا، منها مدير فني وطني ساهم بنسبه كبيره جدا ان احنا ما نوصلش كاس عالم، يعني كان احد الاسباب، مش سبب رئيسي لكن كان احد الاسباب. لكن لو وفق كيروش هل كان يعني ما احد اسباب العمد؟ اكيد مش المهم. العمد برضو يعني انا ما اتوقعش ان هي كانت العمد، ما هو في يعني. اهمال، في حاجه اسمها اهمال، في حاجه عدم اعتناء بمنصبي، عدم اعتناء بان انا احاول اساعد منتخب بلدي، ده اللي خلاني ما اوصلش كاس عالم. يعني انت لما تبصي على كاس عالم دلوقتي مش بتبقى متحسره على منتخب مصر؟ الواحد بيزعل طبعا يعني، في بعد ما شفنا اللي السعوديه عملته واللي المغرب عملته بالظبط، في منتخبات كمان انت احسن منها، انت باللي اديته في ماتش بلجيكا اديت ايحاء انك انت الله ده ما احنا فين؟ يعني المدير الفني البلجيكي قال انتوا فين من كاس العالم؟ فين انتوا من كاس العالم؟ يعني
يعني مش المغرب مش احسن مننا ولا السنغال احسن مننا، لكن ولا كندا ولا الاكوادور. وخلي بالكم في حاجه مهمه تانية برضو لازم الاتحاد الدولي يبص لها، في قارات 10 منتخبات بتشارك، 5 بيدخلوا منهم او 4.5 يعني، وفي مثلا اسيا كل سنه قطر اللي بيدخل كل تصفيات، السعوديه ومين تاني بتقول، واليابان بيدخلوا على طول. طب ضيوف دائمين. طب افريقيا، بصوا لافريقيا بنظره تانية مختلفه تماما، عشان خاطر بدل ما يكون عندنا 5 مقاعد يكون عندنا اكتر. وخلي بالكم اللي حصل السنه دي من المنتخبات الافريقيه ممكن يعني، وممكن لو المسؤولين عندهم قابليه ان اللي يبقى اعاده تدوير المقاعد دي، اتمنى، لان خلي بالك افريقيا تستاهل ان احنا يبقى لنا اكتر مقعد هناك، بدليل ما قدمه المنتخب المغربي، بدليل ما قدمه المنتخب غانا. فلا احنا قادرين ان نعمل، بس يعني في منتخبات برضو ما ادتش يعني في افريقيا، بس يعني مثلا يعني الكاميرون برضو شخصيا الكاميرون يعني الكاميرون انا مش شايف، هو سونج كان برضو بيقول لك انا هنافس على كاس العالم، ايتو ليه تصريح بيقول انا هنافس على كاس العالم وانا المغرب، تصريحات حاجه والكلام واسف التنفيذ والملعب حاجه تاني مع الاسف الشديد. طيب بص يعني خلينا كده نتكلم برضو عن المديرين الفنيين شويه. لو هنتكلم من وجهه نظر استاذ عبد المنعم، مين المدير الفني اللي انت شايف مع انهي منتخب طبعا، اللي انت شايف بجد هو الافضل حتى هذه اللحظه؟ مش هنقول حصان الاسود، بس الافضل حتى هذه حصان اسود في البطوله لغايه دلوقتي. انا مش لحد دلوقتي مش شايف، انا شايف السعوديه ماشيه في انها في طريقها. لو تاهلت لو كسبت المكسيك او تاهلت ان شاء الله، ان شاء الله هتكون الحصان الاسود البطوله. كمديرين بقى، مديرين انا خليني منحاز لافريقيا وليد الركراكي. مع المغرب بصراحه يعني انا شايف عامل ماتشات كويسه، اداء مع نتيجه، في انسجام اللعيبه، في متعه في الاداء. احلى حاجه تقدر تقيم بيها واكتر حاجه تقدر تقيم بيها هو التطوير اللي بيخلقه المدير الفني مع المنتخب او مع الفريق. خلي بالك شفنا ده فعلا بقاله قد ايه، ما كملش 3-4 شهور يعني. احنا عندنا بقى الانسجام لازم يقعد 3 سنين عشان ينسجم، وسنتين تاني عشان خاطر يعني ياخد على اللعيبه، و6 سنين تاني عشان خاطر ايه يعني الكيمستري يعني يطلعوا معاش هو واللعيبه. بالظبط كده، ندور على جيل تاني، ومع الاسف الاجيال اللي تحت برضه بتخرج وفي مشكله. طب المشاكل اللي بنعاني منها واللي بنتكلم عنها واللي قائمه بقى لها سنين طويله، يعني نقدر نقول ان هي ابتدت شويه تتحرك تجاه الاصلاح في رايك، في ضوء اللي حصل الفتره الاخيره وتكليف، ولا برضه شايف؟ لا، بدليل المنتخب بتاع الناشئين بتاع محمد وهبه خرج من شمال بطوله شمال افريقيا بشكل مش جيد يعني، برغم ان هو منتخب جيد، منتخب كعناصر جيده. بص يا استاذ كريم، احنا نزمنا ايه بقى يا استاذ عبد المنعم؟ نزمنا يعني الروشتة بتاعت الكره. انا رئيس اتحاد كره القدم استاذ كريم معرفه كبيره جدا، ما اختاروش عن طريق معارف ولا عن طريق مصالح شخصيه، اختار الرجل المناسب في المكان المناسب. احنا ما عندناش ده في مصر، ما عندناش هذه الجزئيه يعني، خلي بقى، وده في كل المجالات مع الاسف الشديد. اهم حاجه فلان في مصلحه، فلان قريبي، فلان في بينه وبينه بيزنس، فلان بينه وبينه يعني اهل الثقه قرابه. لا، مفيش اهل ثقه خالص، مفيش اهل ثقه. لا مش عايزين ناخد الصوره ان هي كده 100% برضو يعني موجوده، دي موجوده. مش انا اللي بتكلم، انا المسؤول عن الكلام ده. انت اكيد مسؤول عن الكلام ده، بس برضو الكلام ده بيتقال معانا وفي القناه، فانا مش بدافع. لا لا مش بدافع، بس انا بقول لك لا يمكن ان احنا نتكلم ونجمع يعني بهذا الشكل. انا قلت انا انا على فكره كلامي دقيق جدا، انا في بعض لو في بعض تمام، او معظم، خلينا في معظم برضو، لكن الاجماع ما اعتقدش ان هو مناسب. ايوه، ما هو في ناس واخده مناصب وعامله فيها شغل كويس. اهم حاجه الضمير اللي بيحكمني. اكيد انا عندي ضمير، عايز اعمل ايه، عايز اكسب فلوس ولا عايز اعمل انتاج جيد. هو ينفع تتساب لضمائر واهواء واذواق الناس، ولا لا صح ان يكون في جهه رقابيه ما من حقها ان هي لما تشوف اي وضع معوج تعدله؟ هو ده المفروض وده المطلوب. يبقى ايه اللي حصل في منتخب 2005؟ هيتم تسريحه، وجيل خسرناه من الاجيال، في اجيال كتير جدا. في هو ليه هيتم تسريح صحيح 2005؟ لانه السن، ما فيش استحقاقات دوليه تتلعب، فبالتالي هيعملوا فريق 2006 وياخدوا معاه 2005، لان في عناصر كويسه. فبالتالي انا محتاج ان انا اجي اختار في الاماكن اللي فيها اهميه، اختار الرجل المناسب في المكان المناسب اللي هيخدم البلد.
انا مش عايز اخدمك انت كشخص، انا عايز اخدم البلد، فاختار الشخص المناسب في هذا المكان. ثقوا تماما لو تم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، والله والله احنا من القمه للقاع هنكون افضل وافضل وافضل. ولاحظ خلي بالك انت لما اخترت الرجل المناسب في المكان المناسب عملت ايه؟ ما انت صعدت الكاس العالم مرتين. لما الجوهري الله يرحمه مش رجل مناسب في مكان مناسب طبعاً. صعدنا كاس عالم طبعاً. لما اخترنا مدير فني يعني مش عايز اقول لك انه بيحب مصر اللي هو كوبر، بيحب مصر اكتر من 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 حاجات يعني محمود فايز احنا بنتكلم معاه بيقول لك راجل محترم. هما ثلاثه استثنائيين كوبر وكابتن جوهري وكابتن حسن شحاته، وصعدوا بيك ايه وعملوا بيك شغل، لانه اهم حاجه في بالنسبه لهم ايه؟ ان يحقق طموحاته الشخصيه وطموحات بلده. فبالتالي طبعا. هو بيكسب من ناحيتين، بيكسب حسن شحاته بقى اعظم مدير فني طبعا. في تاريخ مصر، وكوبر احنا ما ننساهوش حتى ولو طرق الدفاعيه بس وصلنا كاس عالم، والجوهر الله يرحمه عمرك ما تنساه لانه احد الناس اللي ساهمت في رياده ورفعه الكره المصريه. فانت طالما اخترت الرجل المناسب في المكان المناسب اكيد الرجل ده هيدي ويخلص لعمله، لانه في النهايه هدفه الاساسي خدمه بلده مش خدمه رصيده في البنك. طيب على كل حال خلينا نروح للمجموعات، اتكلم معاك شويه في المجموعات. تعالى نبدا بالمجموعه السادسه. لا خلينا لا عشان انا معايا ورق كتير. ايه عايز ايه؟ طيب مرتبهم. عايز تبدا يعني من الثالثه مثلا؟ نبدا من الثالثه، الارجنتين السعوديه بولندا والمكسيك. ماشي. طيب الارجنتين وبولندا ولا الارجنتين والسعوديه ولا بولندا والسعوديه من وجهه نظرك؟ المكسيك انا هستبعدها. بصي الارجنتين 3 نقاط وبولندا 4، الماتش بين الاثنين الفائز خلاص داخل يعني والخاسر في مشكله كبيره جدا. لو السعوديه كسبت المكسيك خلاص يعني بولندا والارجنتين الفائز فيهم خلاص. انا بسألك توقعاتك ايه؟ توقعاتي توقعاتي تعادل. تعادل اوكي. طيب الرابع عندك فرنسا السعوديه خلاص. والمكسيك السعوديه والمكسيك السعوديه تكسب المكسيك السعوديه طبعا ان شاء الله. لا يا المكسيك يعني من المنتخبات اللي بيتقال عليها ما جاتش تقريبا برضو للاسف. بذلك التعادل بين بولندا والارجنتين في 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 مشكله. الارجنتين طبعا لو كسبت السعوديه الارجنتين بره تبقى صدمه على فكره. طبعًا. تبقى فعلا مفاجاه المونديال ده حقيقي. التعادل يعني. نفسه في مشكله بالنسبه للارجنتين. طيب المجموعه الرابعه فرنسا ضمنت التاهل زي ما احنا عارفين خلاص. بعد كده مين بقى المنتخب الثاني وجهه نظرك برضو استاذ عبد المنعم؟ استراليا تونس والدنمارك. تونس طبعا صعب جدا تكسب فرنسا، مستحيل طبعا، بس كل شيء وارد الله اعلم. انا بقول احنا قلنا على الورق مفاجأة. على الورق اللي معايا اهو بيقول انه صعب جدا ان تونس تكسب فرنسا، لان الارهاصات والبدايات الاولانيه تؤكد ان 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 تونس مش ساعات لما يكون التحدي صعب قوي وكل الناس عارفه من الاول ان انت استحاله تنجح فيه فتنجح فيه. ما هو ماشي بس لازم يبقى في بشاير لده وبوادر. هي دي البشاير. فين البشاير؟ مفيش بوادر. حتى القياده نفسها، القياده بتاعت جلال القادري انا ما شفتش فيه يعني. هو الماتش الاولاني كان كويس، لكن الماتش الثاني مع الاسف تراجعوا غير مبرر. لكن في النهايه كل شيء وارد، لكن انا شايف فرنسا صعب جدا تخسر الماتش اللي جاي ده. طبعا استراليا والدنمارك، استراليا غريبه جدا مع 3 نقاط والدنمارك عندها نقطه، ماتش مهم جدا وصعب جدا، اتوقع فيه الدنمارك تعمل نتيجه ممكن تكسب. اداء الدنمارك على الارض احسن، بس ارقام يعني في الارقام لغه الارقام استراليا افضل. دي بقى معادله برضو غريب. انا شايفه الدنمارك بيلعبوا مش يعني مش وحش. ماشي، بس اهم حاجه انت زي ما قلنا في البدايه الفرص، اللعيبه اللي تعرف تخلص، اللعيبه اللي عندها قدره انها تمسك زمام مباريات. خلي بالك الكره مش مجرد 11 لاعب في 11 لاعب، ده فكر تكتيكي والدقايق الاولانيه محتاجين كذا. في بس هو تاريخيا الدنمارك طول عمرها اتقل من المنتخب. بس استراليا ليها باع كبير جدا اكيد طبعا في في في, في البطولات العالميه، وممكن تعمل عامله نتيجه كويسه هي وعندها 3 نقاط، فبالتالي فرصتها موجوده بشكل كبير يعني. الخمسه عندنا اسبانيا المانيا وكوستاريكا واليابان. اليابان دي كانت مفاجأة طبعا. كلنا فرحانين ليها بصراحة، كلنا كنا يابانيين في اليوم ده. ناس محترمين بصراحة. كنا فرحانين جدا وزعلنا الماتش التاني لما خسروا. أكثر الشعوب احتراما، أنا ما شفتش كده في حياتي. اسبانيا طبعا بصراحة منتخب شاب ومنتخب فيش مجموعة من اللاعبين الصغار اللي هم مستقبل كبير، وإنريكي عامل معاهم شغل كبير. متوقع يعني ماتش هيكون سجال ما بين الدين، بس الغلبة لأسبانيا طبعا أكيد. كوستاريكا وألمانيا، كوستاريكا تكسب إن شاء الله. ان شاء الله. تصدق بقى انا نفسي كوستاريكا تكسب فعلا. ان شاء الله يعني المنتخب الالماني طبعا يعني ده احنا بنقوله على المستوى إيه؟ هزار يعني، بس هو بجد المنتخب الالماني بعد الافعال الاخيره
لا في ناس كتيره جدا يا كريم يعني كرهت المنتخب الالماني بكام معاك بجد طبعًا يعني. عشان الاصرار مش بداوا هم بس يتراجعوا شويه بداوا يعني روديجر يطلع يتكلم كذا لاعب يطلع فيهم يتكلم جندوجان برضو طلع يتكلم على فكره تاني يعني كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه ولكن ما تفرضش عليا حاجه انا دي النقطه اللي معصباني جنناني منهم جدا ما تفرضوش علينا ثقافتكم انتوا جايين عندنا احنا مش اللي عندكم يعني وهناك لو انت بس خالفت القانون ولو قد كده مصيبه فاللي هو في ايه يعني المانيا اللي عملته والحركه اللي عملتها في الصوره التذكاريه هي اللي عملت كده لكن في خلي بالك مش المانيا لوحدها في فرق كتير جدا عملت كده هنستعرض الفرق كتير بس يعني اسمح لنا نطلع فاصل من خلال لحظات سيرفع اذان الظهر ونرجع بعدين نكمل كلامنا مع حضرتك خليكم معانا اهلا بكم اعزائي المشاهدين ونكمل فقرتنا اللي انا يعني بسال وبجاوب فيها حلاوتك يا استاذ عبير حلاوتك وانت بترجعنا من الفاصل نرحب بحضرتك مره كمان نرحب ببعض بقى احنا كلنا يعني طيب احنا حلوه ها جميله جديده طيب احنا عندنا خمس دقائق تقريبا نحاول نكمل المجموعات عشان ايه نمسك الورقه تاني نرجع للورق احنا خلصنا الخمسه وهنبدا بقى دلوقتي بالسادسه المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا توقعاتك يعني مجموعه شائكه وصعبه دي حقيقه يعني كرواتيا 4 نقاط وبلجيكا 3 كرواتيا التعادل بالنسبه لها حاجه يعني اكيد هتطلعها طبعا المغرب التعادل يصعدها برضه يعني الماتشين لو انتهوا تعادل المغرب وكرواتيا التعادل يصعدها ايا كانت حسبه بقيه المجموعه او الماتشات ما هو انت عندك بلجيكا هتبقى 4 نقاط وكرواتيا هتبقى 5 المغرب لما تتعادل مع كندا كندا هتبقى نقطه والمغرب هتبقى 5 يبقى 5 مع طب انت كده هيبقى عندك منتخبين عندهم 5 نقاط طيب ما انت بلجيكا 4 وكندا نقطه أوكي. تمام أيوة. يعني التعادل في صالح المغرب المباراتين السبعه عندنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين خلاص البرازيل اتاهلت فيها بعد طبعًا. كده بقى مين المنتخب اللي جاي عندك سربيا عندك سويسرا وعندك الكاميرون طبعا التاهل منحصر ما بين سويسرا طبعا البرازيل خلاص لكن سويسرا 3 نقاط فرصتها كبيره جدا صربيا نقطه واحده بس فوز صربيا هيخليها 4 نقاط والبرازيل لو كسبت الكاميرون يبقى ممكن صربيا والبرازيل بنسبه فعلا صربيا عندها فرصه عندها فرصه طبعا لو كسبت سويسرا لكن سويسرا لو تعادلت هتصعد مع البرازيل بس مين الاقوى يعني انا بتكلم فنيا لو قلنا سويسرا وصربيا لا سويسرا اقوى طبعا اما عشان كده انا مستغربه سويسرا شويه سويسرا اقوى لكن في النهايه انت بتلعبي على مباراه مهمه يعني انت مباراه بالنسبه لك مفصليه فاحيانا الامور الفنيه بتحتاج لبعض الدوافع النفسيه والمعنويه فتخلي الامور مختلفه تماما بالنسبه للفرق طيب نختم بالثامنه عندك البرتغال برضو خلاص ضمنت التاهل زي ما احنا عارفين غانا اعتقد يكفيها التعادل برضو في الماتش اللي جاي أكيد. عندك بقى كده اورجواي وكوريا من الماتشين البرتغال يعني خلاص صعد زي ما قلنا غانا اورجواي غانا لو خسرت خلاص بره اورجواي لو كسبت طبعا اكيد مع البرتغال يصعدوا واكيد هنشوف دور 16 مختلف تماما الدوافع مختلفه لغايه دلوقتي اكتر مفاجاه كانت جميله بالنسبه لك واوحش مفاجاه يعني من خلال متابعتك لكل الماتشات الايام اللي فاتت احلى مفاجاه طبعا ليا وليك الفوز السعوديه وفوز المغرب اكيد المفاجاه اللي مش حلوه المستوى الهزيل اللي شفته من الارجنتين مستوى مش غير لايق تماما حتى الماتش اللي فازوا فيه الاخير ما كانوش على المستوى السنغال عامله ماتشات كويسه جدا وكل ده مديرين فنيين وطنيين حتى غانا المدير الفني بتاعها بس معاه الجنسيه الالمانيه فعاملين شغل كويس جدا يعني اكيد افريقيا ان شاء الله طب دي المفاجات اللي اسعدتك اللي احزنتك ما اللي احزنني اللي صدمني المستوى الهزيل بتاع الارجنتين ما كانوش على المستوى اللائق ولا المستوى المطلوب في نفس التوقيت كنت اتمنى تونس تبقى افضل وافضل من كده لانك عندك عناصر كويسه بس في عناصر انا مستغرب يعني هو الراجل مغير كتير جدا في الفرقه فواخد لعيبه مش هي اللعيبه اللي احنا نعرفها في لعيبه اللي هي اللي دايما كنا نشوفه مثلا زي وهاب الخزري دايما كنا نشوفه اساسي دلوقتي في الاحتياطي علي معلول ما بيلعبش يعني طبعا هو ليه وجهه نظره وهو حر في وجهه نظره لكن في النهايه تونس لم تؤدي المستوى اللي احنا كنا بصراحة. مطلوب منها لانها كانت عندها القدره والعناصر اللي يخليها تعمل كاس عالم كويس
مع الاسف يعني. بس هم عندهم فرصه، بس فرنسا بقى المشكله. صحيح. فرنسا. طيب انا عايزين نختم بقى بسؤال من الساعه، البدل الضائع، وقت البدل الضائع ده ايه الموضوع؟ احنا شفنا شوط ثالث، نفسي اطبق في مصر يعني، ده شوط ثالث ها، نفسي اطبق في مصر. بس انا انصح اطبق في مصر الماتش واحد، انصح المسؤولين. ما انا هقول لك اهو، الماتش الساعه 3 نخليه الساعه 2 لانه فيه هيبقى فيه وقت ضايع. الماتش بتاع سموحه في الهاني سليمان محتاج 45 دقيقه ثاني. فطبعا انتوا عارفين هنا بصراحه، انتوا طب انتوا اتفرجوا على اي ماتش في مصر؟ اي ماتش اللاعب بيقع في في, في 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 كاس العالم بيقع، يعني ايه هيتغير؟ خلي بالك يقع يعني، شفت لاعب، شفت انت شفت لاعب وقع ما اتغيرش الا بنسبه قليله جدا. اللاعب هنا بيقع عشان ياخد شويه ميه، شوط الميه يرش عليه شوط ميه، يقوم نفس الحكايه ياخده 3 4 دقايق. طب الاحتفال طبعا بيطلع للجمهور ويقابل امه فوق وخالته موجودين في المدرجات ويحضن ويبوسوا الكلام ده. فطبعا الامور ايه بالنسبه لنا، محتاجين 45 دقيقه ثاني عشان خاطر ايه. طيب بدل 90 دقيقه وقت المباراه 120 دقيقه، وده طبعا شيء كويس جدا. استاذ عبد المنعم نورتنا بجد والله. او احنا اللي نورناك بقى. النهارده انتوا كنتوا ضيوفي. اشوفك على خير ان شاء الله، واكيد الايام اللي جايه هتحمل المزيد من المفاجآت اللي تستحق ان احنا ندردش مع حضرتك فيها. بنشكرك على وجودك، جزيل الشكر. واكيد شكرنا موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا، وان شاء الله يكون ويك اند سعيد علينا جميعا باذن الله، ونشوفكم على خير يوم الاحد.